وقت حدا قوتاوي لرفقة ضيفتنا الكريمة للا نجاة من دار البيضاء. مرحبا بك للا نجاة مرة أخرى. مرحبا. أقدمك اليوم واحد البسبوسة بالقشدة. بسبوسة كتكون في المحلات السورية. واخا يا للا عطيها لينا. فيها جوج كيسان كبار ديال السميد رقيقة. جوج كيسان كبار ديال السميد رقيقة. فيها نصف كاس ديال الزبدة والمخوفة بحرارة المطبخ. ديال الزبدة. نفس الكاسي باش كتعبري المقادير كلهم. اييه. فيها نص كاس ديال السنيده. نص كاس ديال السنيده. جوج يوغورت مسوس. جوج يوغورت مسوس. شويه الملح. شويه الملح. نص كاس ديال الكوك. نص كاس ديال واحد خماره ديال الحلوه. خماره ديال الحلوه. وربع كاس ديال السيرو الثقيل. السيرو الثقيل هو الماء والسنيده والحامض كتخليه يغلى غير كيبدا يدير هذوك الفقاعات كيتسمى ثقيل هذاك كتاخذ منه ربع كاس وما تبقى غتسقيها به. واخا اييه. القشده هما في المشارقة القشده هي المهلبيه. حنا كنديرو المهلبيه هي عندهم القشده بدون سكر. نعم بمعنى الكريمه اللي كتشوف في الوسط من البسبوسه. كيقول لك البسبوسه بالقشده راه هي المهلبيه وهي ما فيها السكر. طريقه التحضير ديال القشده اذا فيها كاسونس ديال الحليب. كاسونس ديال الحليب. واحد فانيا. فانيا. وجمعة الكبار ديال النشا. وجوج معالق كبار. كتخليهم حتى كيغلاو فوق العافيه وكيختاروا صافي وحيديها من فوق البوطه حتى كتبرد. اييه اها. الطريقه اللي ديال البسبوسه كتخلطي هاد المقادير كلهم. وغتجيبي المول يكون دائري كدهنيه بالزبده وترشي عليه السميد غديري نصف الكميه ديال البسبوسه. غتسرحيها هي شويه ثقيله غتسرحيها بمعلقه وغتاخذي ديك القشده غتكبيها من الفوق من البسبوسه كلها وغتغطيها ما تبقى من البسبوسه يعني الكريمه اللي لداخل ما تبانش. الكريمه ما تجيش باينه. اييه. كترشي شويه ديال الكوك وكتدخليها مباشره كطيب في الفران. ملي كطيب وكتحمر كتخرجيها وكتسقيها بالسيرو اللي طيبتي وخديتي من ربع كاس. اييه اها. كتسقيها به وكتغطيها. باش تبقى لك رطبه. من بعد. ملي كتبغي تقدميها درتيها في الصباح في العشيه قدميها درتيها في العشيه في الصباح عاد قدميها. بمعنى نخليو هذاك السيرو يشرب فيها مزيان باش ما تبقاش فاسقه. تشرب مزيان إيه. ما تعيش من هذه. نعم ممتاز هذه تبارك الله عليك مقادير حتى هي سهله فقط خاص غير ترقيق في المسائل. انا كنقلب لكم على الساهل وعلى الجيب. لا لا يخطيك علينا لا لا نجات. هو نكذب عليك. تبارك الله عليك لا لا نجات.